حبايبي الغاليين، وصلنا لاخر وصفه، والوصفه ديالنا كتجي على هذا الشكل، هذا رائعه جميله في المذاق ولا في المنظر، كتجي زوينه كما كتشوفوا. جربوها ما غتندموش ان شاء الله، وقولوا لي كيفاش جاتكم. المهم ما نخليكم دابا ان شاء الله، ما تنسونيش بلي لايك ديالكم بالتعاليق، وما تنسوش تفعلوا جر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وشكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينه، كتفرحوني. و ما تنسوش بارطاجيو الفيديو باش تعوم الفائده وتكبر القناه، وتولي ان شاء الله باش تشجعوني حتى نتوما وتخليوني نعطي المزيد. دونك فوالا، كما كتشوفوا كنتمنى لكم شهيه طيبه للجميع، والقاكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وامسيه سعيده للجميع. سلام الله عليكم حبايبي الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ توحشتكم، كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله يا ربي. هذا النهار جيتكم بواحد الوصيفة سهلة مهلة وزوينة ديما الجديد. مهم، بغيت نعمل المعقودة، وقلت علاش لا ما نشاركهاش مع اخوتي اخواتاتي، الكل يستافد. مهم، كاملين كنعرفو نديرو المعقودة ما شاء الله، ولكن كل واحد كيديرها بطريقته. دونك ان شاء الله غندوزو دابا المقادير وطريقة التحضير. يلا على بركة الله، ما تمشيو بعيد. المهم عندي هنايا واحد لو بول كما كتشوفوا معايا، غادي ندير فيه ملعقه صغيره ديال التحميره بحال هذا الشكل هذا، غادي ندير واحد نصف ملعقه ديال الخرقوم بحال هكا، غادي ندير واحد شويه ديال البزار كما كتشوفوا معايا، واحد شويه ديال الملح بطبيعه الحال، الملح على حسب الذوق، كل واحد يدير المقياس ديالو. دونك فوالا، غادي ندير الماء وغادي نحرك هاد العناصر كاملين. غادي ندير فيها واحد شويه ديال الخميره ديال العجين، انا كندير فيها واحد شويه، غير واحد شويه ماشي بزاف، واحد شويه على حساب حميمصه هكا صغيره، كنحركو مزيان. دابا غادي نزيدو الدقيق ان شاء الله، غنزيدو الدقيق ديالنا. المهم انا كندير عيني ميزاني، ها جوج د المعالق، ها ثلاثه. المهم انا غادي نحرك داكشي، وانا غادي نقول لكم ان شاء الله في الاخر شحال غادي تهز ليا ديال الدقيق. المهم بنات، كتجي على هذا الشكل، على هذا الشكل هذا. المهم ما هي قاسحه ما هي جاريه، كتجي على هذا الشكل. انا درت تقريبا خمسة ديال المعالق ديال الدقيق كبار عامرين. دونك فوالا، كديرو كنتوما تخلطو، كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نخليها على جنب، غادي ندير لها واحد الفيلم اليمونتيغ، وغادي نخليها في الثلاجة ترتاح بلا ما نحضرو البطاطا ديالنا. انا البطاطا راني درتها تسلق، البنات راه كلشي كيعرف يسلق البطاطا. دونك انا ندوز معكم ان شاء الله باش نعرفكم المقادير الثانيين ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا معايا هنايا، درت واحد المقيله ودرت فيها واحد شويه ديال الزيت، غادي نزيد عليها طروفه ديال الدجاج اللي قطعتهم رقاق بطبيعه الحال، بحال هذا الشكل هذا، كنخليهم يتشحروا شويه في هذا الزيت هذه.
كنجهزوا عليهم واحد شويه النار بوطه باش تشحر لينا داكشي كامل. المهم كما كتشوفوا معايا البنات عندي هنايا واحد البصله قطعتها رقيقه وعندي هنايا واحد الراس ديال الثومه. انا المهم استعملت غير راس واحد حيت كان كبير، نتوما الا كانوا صغار تقدر تستعمل جوج ولا ثلاثه. غادي نزيد عليها هذه البصيله ديالنا وهاد الثومه باش يتشحروا حتى هما مزيان. نزيدوهم على الدجاج على هذا الشكل هذا. دابا ان شاء الله غندوزو للعطريه اللي كتكون شويه ديال الخرقوم. المهم درت تحميره شويه ديال الخرقوم وغندير واحد شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح بطبيعه الحال، واحد شويه ديال الخرقوم. فوالا اقصبر والمعدنوس، كنحركوا هاد الحشوه ديالنا هكا مزيان. واللي كيبغي الحار البنات يدير شويه ديال الهريسه، انا مع الدراري ما نقدرش ندير الحار حيت ما كياكلوش الحار نهائيا. دابا غادي نقص البوطه ديالي. المهم اللي كياكل الحار هذا شويه القزبر، شويه ديال المعدنوس، صافي كنخلي هكا هاد المقادير كاملين كيتشحروا واحد شويه. صافي كنطفي عليهم النار وكندوزو البطاطا ديالي راه طابت كما قلت لكم، راني سلقتها راه طابت. المهم مراكشي كيعرف كي يسلق البطاطا. المهم دونك نخلي غير الحشوه ديالي هكا طيب على نار هادئه، كطيبي واحد شويه. المهم مراكشي مقطع رقيق ومن بعد ان شاء الله نرجع. المهم البنات كناخذوا واحد الاناء بحال هكا، واحد لو بول، غنوضعوا فيه البطاطا ديالنا بعد ما استقطرناها هكا على هذا الشكل. وغادي بطبيعه الحال نبسطوها مزيان، نربزوها مزيان، هي سخونه. من الاحسن البنات ديروا هذه العمليه هذه وهي سخونه باش تساعدكم باش يعني باش تربز لكم مزيان، حقاش ملي كتبقى البركه عارفين البطاطا كيف كتبان. واحد شويه ديال التحميره، واحد شويه ديال الابزار باش نسمو حتى البطاطا. صافي الملحه. المهم انا درت الملحه، غنزيدو ديك الحشوه ديالنا كما كتشوفوا. على هذا الشكل هذا المهم على هذا الشكل البنات. دابا غادي نحرك هذا الشيء كامل كما كتشوفوا معايا، واحد الريحه طالعه منها. المهم البنات الا ما بغيتوش ديروا الدجاج، اللي ما عندوش الدجاج ولا ما كانش هي بالدجاج كتجي زوينه ما نكذبش عليكم الصراحه. اللي بغى يديرها عاديه يعني غير البطاطا بوحدها يقدر يديرها حتى هي، حتى هي كتجي زوينه. المهم الدجاج ما عاودش لكم كتجي يا روعه يا سلام. بحال هكا صافي كنخلطوها. المهم كما كتشوفوا معايا بنات، المهم انا موريتكمش، المهم راه كلشي كيعرف يكور. كنكوروهم هكا كويرات صغار على حساب كل نتوما والحجم اللي بغيتو. درت ليهم هكا كورتهم كويرات صغار، بقى لي واحد شويه هنايا كما كتشوفوا. ها هو فوالا، هذا غادي ندير فيه الجبن، هذا غادي ندير فيه الجبن. ندفعوا لينا هذا الشيء لهيه. غادي ناخذ شويه ديال البطاطا بحال هذا الشكل هكا هكا، كندير فيها واحد الحفيره هكا في الوسط بحال هذا الشكل. المهم نتوما عارفين البنات الدراري كيبغيو المهم اي جبن عندكم. انا خديت الجبن المثلث وكا صافي كنسد عليها
لهذا الشكل هكا صافي. وكندير الكويره ديالي عاديه، كنحاولوا نشدوها مزيان باش داك الجبن ما يخرج ليناش فين يكونوا نقليو هكا على هذا الشكل. فوالا دونك فوالا على هذا الشكل كنخليوها هكا، كنحطوها جنب. المهم ساهله وماهله وكتوجد دغيا، ما كتاخذش وقت، الدراري الصغار زوينه. المهم كوجبه خفيفه للعشاء يعني بزربه كتوجد وفي نفس الوقت لذيذه. جربوها ما غتندموش عليها، وان شاء الله نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. المهم هكا خبيزات صغار صافي، وكنحطوها على جناب. المهم انا غادي نسالي هذه الكميه اللي عندي باش ما نطولش عليكم، وان شاء الله نرجع لكم في القليان. المهم كما كتشوفوا معايا هنايا درت واحد المقله، درت فيها الزيت وتخلي واحد تسخن مزيان. دابا غادي نديروا الكويرات ديالنا. انا بعد ما درتهم في هذه الخلطه هذه كما كتشوفوا جبتها من بعد ما جبتها بالفريغو، كنديرهم في هذه الخلطه وانا كنزيد نديرهم في لاشابلور دونك باش يجيو مقرملين. نتوما الا بغيتو ديرهم غير بديك الخلطه ولكم واسع النظر. المهم انا كنديرهم كنزيد نديرهم في لاشابلور. كنستمروا على هذا الاخر، كنخليو الكويرات ديالنا يطيبوا، كنديروا في ديك الخريطه ديال الدقيق و اللي صايبنا. تقدروا ديروهم غير هكاك من الدقيق. المهم انا غادي ندير معكم وحده، ها هي غير في الدقيق ديريكتوم في الزيت. المهم انا غير باش نطلع ديك القرمشه